زينب رضي الله عنها وأرضاها تزوجت من رجل قبل هجرة النبي بل قبل بعثته، يقال له أبي العاص بن الربيع. ولما جاء الإسلام ما أسلم، أسلمت زينب ولم يسلم. وما نزل الأمر بأن النساء المسلمات يتركن الرجال الكفار والعكس، حتى نزل قول الله جل وعلا المؤمن لا ينكح إلا مؤمن إلى آخر الآيات. فبقيت هي مع زوجها، لما هاجر النبي هي بقيت وزوجها كافر. احترم النبي علاقة الزواج والحب اللي بينهما وتركها، وهذا بعد نبوي. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحدثت غزوة بدر، طبعا هاجرت زينب لما نزل النهي عن بقاء المؤمنات مع غير المسلمين المشركين، فتركت زوجها وهاجرت. ولما جاء غزوة بدر أسر زوجها الربيع بن العاص أو أبي العاص بن الربيع. وقال النبي، تعرفون الرسول استشار الصحابة، عمر بن الخطاب كان يرى قتلهم، وأبو بكر يرى أنهم يدفعون الفدية، وأخذ النبي بقول أبي بكر فقال من يفدي الأسير يخرج يطلق سراحه. فأرسل كل واحد إلى أهله. أبي العاص بن الربيع زوج زينب أرسل لها رسالة، أعطيني شيء أفديه لنفسي. فأرسلت له صرة، كيس، زينب بنت النبي أرسلت كيسا يقدم فدية لزوجها. فلما قدموه للنبي عليه الصلاة والسلام فتح الكيس، أول ما رأى الكيس بكى صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ أنه ضمه، قال يا أصحاب محمد إن زينب حبا في زوجها أرسلت فديته كما ترون. وش الفدية؟ هو العقد، عقد خديجة أمها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العقد غالي من غلى الزوجة. وقال إني إن أذنتم لي أن تطلقوا سراحة وتعيدوا فدية إليه ما فدته زوجته به. فقالوا القول قولك والأمر أمرك، نسمع ونطيع يا رسول الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نادوا لي أبي العاص بن الربيع أو الربيع. فلما أقبل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلام سر. قال الصحابة فأدناه منه فكلمه في أذنه، يقول هو يروي أسلم طبعا هو بعد ذلك، يقول قال النبي خذ هذا العقد وقل لزينب كما أحببت أبا العاص بن الربيع فإن أباك قد أحب العقد وصاحبته، أنا أحب صاحبة العقد هذا، فأبقيه عندك كما كان، احفظيه لمكانة صاحبته.